يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لدي مجموعة من الأبناء، وكنت أبني عمارة، فأعطاني أحد أبنائي مالا، واليوم الذي قد أعطاني المال يعمر بيتا، فأردت أن أرد عليه ما قد أعطاني هبة له، فهل علي شيء في ذلك؟ إيه نعم، لا يجوز لك هذا إلا أن تعطي البقية مثله، إلا إن كان هو أقرضك المال إقراضا تريد أن ترد عليه القرض فلا بأس، لأن هذا قضاء دين. أما إذا كان أعطاك على صفة التبرع والإعانة لك فلا يجوز لك أنك تهدي إليها وتعينه على العمار، إلا إن كانت بتعطي البقية مثله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.